الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فائدة رمضانية تقول: المصائب كفارات والأمراض كفارات، يعني للذنوب، وهذه لا يعطيها الله إلا لأهل الإيمان، وهي على ثلاث مراتب: إما أن تكون رفعة في درجاتهم مثل الأنبياء والمؤمنون الخلص، وإما أن تكون تكفيرا لسيئاتهم مثل المؤمن الذي يبتلى فيصبر على البلاء، أو تأتيه المصيبة فيحتسبها لأجل الله تبارك وتعالى ويصبر، وإما أن تكون تعجيلا لعقوبة في الدنيا ويضاعف الذنب عليهم في الآخرة مثل الكفار الذين يصابون بالزلازل وغيره وغيره. تعالوا إلى المرتبة الأولى. الأولى أن تكون رفعة لدرجاتهم، وهي للأنبياء والمؤمنون الخلص الذين يحتسبون الأمور لله تبارك وتعالى، فإن الله يرفع درجاتهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء فيعظم لنا في الأجر. وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك توعك وعك مرض، فقال: إني لأوعك وعك الرجلين منكم. قال: تقصد يا رسول الله أنك لك أجر رجلين منا؟ قال: هو ذاك يا ابن مسعود. إذن رفعة لدرجاتهم، رفعة لدرجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. إذن هذه رفعة لدرجاتهم. متى؟ إذا احتسبوها لله تبارك وتعالى، فإن الله يرفع درجة العبد إذا صبر واحتسب لله تبارك وتعالى. الثانية أن تكون تكفيرا لذنوبهم، ولهذا النصوص على هذا كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وأهله وماله، يعني أمراض أو يصاب بأذى عند أهله أو يفقد ماله، حتى انتهاء الغاية، يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما يصيب المؤمن أو ما يصيب المسلم من هم ولا غم، سبحان الله، حتى الهموم اللي في الصدور إذا احتسبها لله، نعم، ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة البسيطة هذه، إلا كفر الله بها خطاياه. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، نعمة عظيمة. متى ما أصيب فاحتسب الإصابة لله تبارك وتعالى أو هم أو مرض، ترى عداد تكفير الذنوب المعاصي شغال، فاحتسب ذلك لأجل الله لترى النور بإذن الله. الثالثة أن تكون تعجيلا لعقوبة تأتيهم، مثل الكفار أو الفجار الذين تأتيهم البراكين والزلازل وغيرها، هذه تعجيلا للعقوبة. ولهذا يقول تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر في الآخرة لينتظرهم، دون العذاب الأكبر. وهذه من الأمور الخطيرة جدا. كذلك الظلمة الذين يتعدون في ظلمهم، إما أن يطعنون بالناس في ألسنتهم، أو العقوق، لأن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة، غيرها، فلتات اللسان الذي يتظلم أو يطعن في الناس أو تزل به القدم فيهم، هذه خطيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن العقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولعلي أذكر بعضها، يعني لعلي أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يبين خطر الظلم وعاقبته وخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. منها ما ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت تشتكي إلى قاض من القضاة أن سعيد بن زيد المبشر بالجنة اقتطع من أرضها شبرا ظلما، أكل عليها شبر من أرضها، طبعا تدعي وتظلم تكذب. فلما دعا القاضي سعيد بن زيد ودعا المرأة، قال: إن هذه المرأة تزعم أنك اقتطعت من أرضها شبرا ظلما. قال: كيف تطيق نفسي أن تفعل هذا، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع من أرض شبرا طوق به يوم القيامة سبع أراضي، يعني من النار. فخاف القاضي وقال: رضينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة وبرهانا. فلما وصل إلى الباب عاد سعيد بن زيد سمع عاقبة الظلم، قال: اللهم إن كانت هذه المرأة كذبت علي فيما قالت، اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، انتبهوا أحد يدعو عليكم. ترى عاقبة الظلم عظيمة جدا، تعجيل للعقوبة. فلما انتهى من دعوته على هذه المرأة،
كانت المرأة تمشي في بستانها، فصدمت في حائط أعمى الله بصرها، وكان في مزرعتها بئر فسقطت فيه وكان قبرها. سبحان الله، تذكرون دعوة سعيد بن زيد؟ اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. من الأشياء اللي تعجل العقوبة أيضا العقوق، احذر أن يرفع والدك يده عليك أو ترفع والدتك يدها عليك وتدعو، والله حكم عليك بشيء عظيم من السماء تنزل عليك من الشرار والأمور التي يعني ربما تضيق صدرك في بيتك مع أسرتك مع أحبابك، كلها بسبب دعوة الوالدين. انتبهوا يا أخواني، ولهذا يقول الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر، وعكسها. وأقصد بالعكس أن العاق لوالديه تعجل له العقوبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: أخوف ما أخاف عليكم، ذكر الشرك بالله، ثم قال عقوق الوالدين. لماذا نص على عقوق الوالدين؟ لأن الذي يتعدى بلسانه على والديه جاءته العقوبة فورا، كأنه يربي أبناء لعقوبة. لهذا اتق الله، اتق الله تبارك وتعالى في والديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالدة: إلزم رجليها من البر فإن الجنة ثم. وقال عن الوالد كما في المسند: أوسط أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يرزقنا وإياكم برهم. بقي نقطة أخيرة وهي مهمة، الوقفة الأخيرة. بعض من الناس هداه الله يخاف من قضية العقوبة في الآخرة، وبدل أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يكفر ذنوبه ومعاصيه، يقول: إن كنت ستعاقبني يا رب في الآخرة عجل عقوبتي في الدنيا. وهذا والله ما يستطيع الإنسان. جاء في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه العصفور، يعني نحت جسمه من المرض، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الذي كنت تقوله؟ قال: كنت أقول: إن كنت يا رب معذبني في الآخرة فعجل عقوبتي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيقه، فهل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلزمها. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجع كما كان. إذا انتبهوا أن تدعون على أنفسكم، فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، رحمة الله واسعة. احذروا أن تدعون على أنفسكم، فإن الله يكفر الذنوب والخطايا إذا صدق العبد إليه وتاب بين يديه سبحانه وبحمده.